الركن الثاني من أركان الإيمان. الإيمان بالملائكة عليهم السلام. كيف نؤمن بالملائكة؟ نؤمن أنهم عالم غيبي غاب عنا لا نراهم. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون. لهم أجساد وأرواح وعقول وقلوب. نؤمن بجميع الملائكة عليهم السلام ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسماء مثل جبريل عليه السلام ونؤمن بمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أعمالهم ونؤمن بكل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم.